أهلا بكم من جديد. تستعد عديد من المبادرات الشبابية لإطلاق الشبكة العدنية للثقافة والفنون والتراث لتنظيم القنوات الثقافية وفتح حلقات تواصل وشراكة بين الفاعلين الثقافيين والمؤسسات المختلفة. لمعرفة الهدف من هذه الشبكة وما هي أبرز المجالات التي ستهتم بها، تنضم إلينا عبر الهاتف السيدة رندا الفضلي، عضو مشاورات شباب عدن وأحد المسؤولين عن إطلاق الشبكة العدنية للثقافة والفنون والتراث. صباح الخير سيدة رندا. صباح النور لك. أهلا وسهلا فيك يا مرحبا ست رندا. بداية ست رندا، إذا ممكن تعرفينا عن فكرة الشبكة العدنية للثقافة والفنون والتراث في بداية هذا اللقاء. بدايةً طبعاً الشبكة العدنية للثقافة والفنون والتراث احنا سميناها أنوكا، يعني اختصاراً. هذه الشبكة هي تعتبر منطقة لكل، مش للكل، أبرز المبادرات والمؤسسات الشبابية الفعالة في الجانب الثقافي في مدينة عدن، لأننا احنا شايفين أنه في كثير من المؤسسات والمبادرات الشبابية تشتغل في الجانب الثقافي، ولكن دائما تكون الجهود مبعثرة، دائما ما يكونش في توحيد لهذه الجهود ولا باستغلال للوقت ولا للطاقات، واللي يخلي دائما العمل مكرر دائما وما يكونش في النتيجة المطلوبة. فنحن فكرنا في مشاورات شباب عدن. طبعا هذا الشبكة بإذن الله الآن احنا في أطر تأسيس للشبكة، وهذا يعتبر من نتاج أعمال مشاورات شباب عدن. فنحن قررنا أنه نحن نلتقي في هذه المبادرات والمؤسسات الثقافية بحيث أنه نجمعهم كلهم تحت إطار شبكة عدنية تهتم في بالفنون والتراث الشعبي في مدينة عدن بشكل تحديد. نعم، الهدف منها هو التنسيق بين كل المشاركين فيها. طيب من هما ومن هم أبرز المشاركين في هذه الشبكة؟ طبعا هم زي ما كلمتكم قبل شوية أنهم هم أكثر المبادرات والمؤسسات الفاعلة. طبعا نحن كمان معانا مستشار وزارة الثقافة، وفي عندنا كمان من معهد جميل غانم، في عندنا كثير من المبادرات والشباب اللي لهم مدة طويلة في الجانب الثقافي وشغالين، سواء كان من جانب السينما، سواء من جانب المسرح، الفنون التشكيلية، التراث، المبادرات اللي شغالة على المحافظة على المعالم الأثرية في عدن. يعني حاولنا نجمع كل ما يمكن نجمعه في الجانب الثقافي في عدن تحت إطار واحد اللي هي الشبكة العدنية للثقافة والفنون والتراث. ممتاز. طيب، يعني كنت أيضا حابة أسألك ما هي المجالات التي ستهتمون بها؟ يعني أنت تتكلم على الثقافة والتراث والفنون، ما هي أيضا نوعية الأنشطة التي من المقرر أن تقيمها؟ طبعا نحن حابين بإذن الله نشتغل في كثير من الأنشطة اللي ممكن نحن نشتغل فيها، أكيد في الجانب الثقافي يعني من اسم الشبكة وكمان الأعضاء اللي موجودين. نحن مركزين إنه بإذن الله بيكون في كثير من لقاءات وتجمع وأنشطة دورية بإذن الله بتجمع المبادرات والمؤسسات اللي والفنانين والمثقفين اللي موجودين معانا. دائما ما يكون في معارض، دائما ما يكون في أي شيء في الجانب الثقافي، ولكن على الأقل ما يلاقوش حتى إيش المكان اللي ممكن يشتغلوا عليه، ما يلاقوش حتى الدعم، لأنه يكون في هم نفسهم الأعضاء اللي موجودين معانا اللي بإذن الله بيكونوا من أعضاء الشبكة ما كانوش متعارفين فيما بينهم والبين. فهذه الشبكة بتجمعهم، والمجالات اللي احنا بنشتغل فيها أكيد هي مجالات عمل المبادرات والمؤسسات اللي موجودة معنا، مثل ما ذكرت قبل شوية نحن أكيد بنشتغل في جانب الأنشطة الثقافية في مجمل الأنشطة، سواء كانت يعني توعوية، سواء كانت تثقيفية، سواء كانت المحافظة على المعالم الأثرية، لأنه حتى احنا في مشاورات شباب عدن قد نزلنا من قبل وعملنا حصر للمعالم الأثرية في مدينة عدن اللي تعرضت للانتهاكات، وبدأنا نشتغل، ولكن لما أجت جائحة كورونا وقفنا النزولات وبدأ الشغل كله التوعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي. فأي شيء فيما يخص الجانب الثقافي نحن طبعا في كثير من الأنشطة نحن حاطينها كخطط مبدئية بنشتغل عليها، ونحن لسه في آخر مرة انتهينا من مسودة التأسيس وإنشاء الشبكة مع الأعضاء اللي كانوا موجودين.
تمام. طيب حدثينا عن الاستعدادات، يعني ما هي أبرز الاستعدادات لإطلاق هذه الشبكة ومتى تحديدا سيتم إطلاقها؟ وطبعا بإذن الله من المفروض أن يتم إطلاق الشبكة بإذن الله على منتصف العام الجاري. طبعا نحن هذا آخر اجتماع معنا كان يعتبر الاجتماع الثالث مع المبادرات والمؤسسة الثقافية لإثراء وكمان تنقيح المسودة الأخيرة لإنشاء وتأسيس هذه الشبكة. تكلمنا كمان على فكرة في آخر لقاء على إيش كمان الصعوبات اللي ممكن تواجه عمل الشبكة في عدن، تكلمنا على التحديات وبدأنا كمان نحط رؤية على عمل الشبكة والمهام اللي ممكن إن يشتغلوا عليها الشباب وبعض الثغرات اللي ممكن إحنا تصادفنا وكيف ممكن إحنا نعالجها. فنحن انتهينا من المسودة مثل ما حكيت لكم قبل شوية، وبإذن الله الآن مش عاد باقي فقط لإطلاق الشبكة، لأن الآن خلاص خلصنا كل شيء، فقط ناقصنا إطلاق الشبكة اللي بإذن الله بيكون مع منتصف العام الجاري. تمام ست رندا، احنا كطاقم صباحكم اجمل متحمسين لاطلاق هذه الشبكه، متفاعلين جدا معكم، ولكن حابين منك توصلي رسالتكم والصوره الاوضح للمشاهدين بما ستسهمه الشبكه العدنيه في تعزيز دور الثقافه والفنون في التراث والتراث ايضا عشان يكون هم اكثر حماسا مننا. صحيح فعلا، يعني نحن اكيد هدفنا الاول خليني اقول عليه انه نعرف بالموروث الثقافي في مدينه عدن، لانه هذه الشبكه خاصه في عدن. نحن نحاول كمان نستغل الأماكن الثقافية عشان نشتغل ونذكر الناس كمان في الجانب الثقافي، نقيم معارض ندوات كل حاجة ممكن أنها تساهم في تحريك عدن الثقافة. زي ما ذكرت من الأهداف الأساسية لنا توحيد الجهود فيما يتعلق بالعمل الثقافي، نركز إنه إحنا نفصل ما بين مؤسسات ومبادرات والمراكز الثقافية في عدن واللي يحسن أدائها ويضمن عدم تكرار الأنشطة ذات الهدف الواحد. أكيد إحنا نحاول إنه نرسخ مبدأ التعاون والتكافل على أسس وطنية بين أعضاء الشبكة، لأنه هذه حتى أعضاء الشبكة هم طبعاً جميعهم من أبناء عدن، ولكن أكيد في كثير يعني نقدر نقول كانوا شغالين ولكن خارج عدن. ففي لها كثير من الأهداف الثقافية وكمان في لها أهداف وطنية اللي بتساعد على التكافل والعمل الواحد بين الأعضاء. تمام، تحدثت انه خلال المشاورات واللقاءات مع المشاركين في الندوة لإطلاق هذا المشروع وهذه الشبكة، تحدثتم عن التحديات وعن الصعوبات اللي ممكن تواجه الشبكة او تواجه عموما الثقافة والفنون في عدن، ما هي ابرز هذه التحديات والصعوبات؟ والله يعتبر دائما من ابرز التحديات اللي ممكن يواجهها اي عمل ثقافي انه دائما يعتبر من الامور الثانوية، ما مش من ضمن الأولويات، يعني إنه خاصة في الأوضاع الرهنة اللي إحنا عايشينها الآن دائما ما يكون في لا في أمور أهم، في أمور دائما تهم المواطن أكثر. نحن في أوضاع صعبة، الجانب الثقافي هذا مش من أبرز الأمور اللي ممكن إحنا نشتغل عليها، فدائما يلاقوا معوقات إنه عملهم يا أما يكون في من الجهات المعنية دائما يكون أو شيء ثانوي مثل ما ذكرت، أو يكون دائما ما فيش الدعم الكافي لإتمام أي نشاط ثقافي. دائما الأنشطة تكون مش أقول دائما، خلينا نقول غالبا الأنشطة تكون رمزية أو تكون نوعا ما مش في الجودة المطلوبة اللي هم حابين يشتغلوا فيها. فالفنانين والثقافة دائما ما يكون فيها ما فيش اهتمام كبير يعني في الجانب الثقافي، كلهم كانوا مجمعين انه الجانب الثقافي مهضوم نوعا ما. فنحن نحاول انه في وجودنا مع بعض، وجود أغلبية أو أبرز المبادرات والمؤسسات الثقافية اللي موجودة معنا في الشبكة كلنا مجمعين نحن نشتي نوصل صوتنا ونشتي كمان نوصل أهمية العمل الثقافي في عدن، وأنه قد إيش مش فقط هو مجرد عمل ثقافي، أنه ممكن يساعد بناء السلام فيما بين البين، يساعد على التكافل والقيم الإنسانية بيعززها بشكل كبير جدا. تمام. ويوضحوا كمان أهمية هذا العمل الثقافي مش بس للجهات المعنية كمان للمواطنين أنفسهم. تمام، يعطيك الف عافيه ست رندا، احنا سعيدين جدا بكم واكيد نتمنى لكم كل التوفيق، متابعين معكم اولا باول كل الفعاليات اللي ان شاء الله حتقوموا بها والنشاطات سيكون لها وقتا متوفرا في صباحكم اجمل. ست رندا الفضلي عضو مشاورات شباب عدن واحد المسؤولين عن اطلاق الشبكه العدنيه للثقافه والفنون والتراث، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لكم.